افتتح جهاز حماية المنافسة أول مركز إقليمي دولي بهدف التوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. احنا حريصين على نشر ثقافة حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ده أساس السوق الحر، وهي أساس وعماد حرية السوق. حرية السوق اللي بيسهر على حمايتها هو جهاز حماية المنافسة. لابد من نشر الوعي اللازم لهذا الأمر، لأنه ده شيء بيمس حياتنا اليومية، شيء بيمس النمو الاقتصادي لمصر، وبيمس كمان جذب الاستثمارات. الاستثمارات هتتشجع أكتر إنها تيجي لما يبقى السوق خالي من أي ممارسة تؤدي إلى إقصائها أو خروجها من السوق، فإحنا حريصين على مثل هذا الأمر. حضر الافتتاح العديد من الشخصيات في هذا المجال وممثلين عن المنظمة وعدد من الخبراء والمختصين بمجال المنافسة. ويأتي افتتاح المركز بهدف نشر الوعي بحرية المنافسة في الدول الأعضاء. نؤكد على دور مراكز التدريب. مراكز التدريب ده جزء من صميم أو من أساسيات نجاح العمل، لأن التدريب العنصر البشري على أداء المهام به، سواء في مجال جهاز حماية المنافسة أو في مجال جهاز حماية المستهلك. وافتتح برضو العام قبل الماضي الجهاز مركز التدريب الخاص بجهاز حماية المستهلك. ده كله بيصب في إطار واحد، لأن الهدف منه هو ضبط الأسواق، حماية المستهلك، حماية المنافسة. هي في الآخر المردود إيجابي على واقع المجتمع، على واقع السوق المصري. أنا أتشرف بوجودي النهاردة في افتتاح المركز التدريبي ده، لأنه ده فكرة كانت موجودة وكان نفسنا نطبقها، لأنه في الشرق الأوسط أو في البلاد العربية محتاجين مركز تدريبي كمان يبقى باللغة العربية بالإضافة إلى اللغات الأخرى. مهم قوي إن وجوده، لأنه ده بيمثل تبادل المعلومات والخبرات. يذكر أن لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري دورا بارزا خلال الفترة الماضية في عدد من القضايا المتعلقة بالممارسات الاحتكارية، مما وضع مصر في المرتبة الأولى أمام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واختيارها لتكون مقرا للمركز الإقليمي لحماية المنافسة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.